السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم البنات، توحشتكم. واليوم إن شاء الله راح نتكلم على موضوع مهم جدا. نحن في الجزائر عندنا طبعا الحمام اللي هو تاع البخار، وكي نروحوا ليه وش يصرى وش راح نتكلم اليوم. تابعوا معي إلى آخر الفيديو. فقط إذا كنتم أول مرة تشوفوا قناتي اضغطونا على زر الجرس ويلا بينا، عفوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس ويلا بينا. كما قلت لكم كي تروحوا الحمام تتعرض البشره للبخار فتفقد بعض الدهون، كذلك تتفتح المسام، بالتالي كي تعملي الفون دو تان كيما هاك على الوجه تاعك راح تدخل كامل في البشره. لذلك ننصحكم البنات دائما انكم تقشروا بشرتكم في الحمام ومباشره تحطوا التونر، التونر اللي تحبوه انتم، سواء تونر اصطناعي يباع اللي خاص بالبشره تغلق المسامات، او يعني تونر تخدموه انتم كماء الورد البارد، او تغسلوا وجهكم تمتم بالماء البارد. اوكي، الماسك تاعنا تاع اليوم هو لصاحبات البشره الحساسه مثل يعني كيفي انا وكيف بنات بزاف. كنت حطيت ماسكات ولكن يعني راهي مقصره مع البشره الحساسه. انا بشرتي مختلطه حساسه، يعني عندي اماكن يعني تري تري سنسيبل فيهم يعني كارثه كي نحط عليهم بعض الماسكات يتهلكوا. لذلك اليوم جبت لكم ماسك فعال جدا وبسيط جدا جدا. اول حاجه البشره الحساسه راهي تتقشر حتى هي وما كان حتى مشكله، ولكن هاو المقشر تاعها هو زيت جوز الهند كما تشوفوا هنا امامنا. زيت جوز الهند هاو ليكم، يكون مجمد مع الورد، الورد المجفف، تضربوهم في الميكسر وتعاودوا تحطوهم يبردوا في الفرجيدار تاعكم في الثلاجه حتى يبردوا خلاص، وبعد تحكموا تحلوا بيديكم وتحكوا الوجه. بهذه الطريقه حتاخذوا فايت زيت جوز الهند وفايت الورد. اذا حبوباتي راح نروحوا الان مباشره للماسك تاعنا. الماسك هذا يعالج الحبوب، يبيض، يوحد اللون، يعالج الكلف، ينقص التهيجات تاع البشره. كي تستعملوا الفون دو تان وتستعملوا المكياج لازم عليكم هذا الماسك تعملوه كل يوم، يعني رائع جدا للبشره. اذا حبوباتي كما قلت لكم يعالج عده امور من ضمنها الحبوب، يعني الحبوب اذا خرجت في البشره الحساسه اشرو زيت اكورد. كنت حطيت عليكم يعني فيديو شرحت عليها وفات بنات بزاف، انا نموت نموت على زيت اكورد وراح نبدلوها، مازلت ما جربتهاش بصح اكيد راهي نفس الايفكت فقط بدلوا الاسم. الان واش راح نحتاجوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، راح نحتاجوا الى ملعقه كبيره من الشوفان. الشوفان طبعا ما كانش ملحي، انا هنا جبت دقيق الشوفان من عند العطار او بائع الاعشاب هو طاحنه. اذا تقدروا تشتروا الشوفان عادي تلحوه، رقائق الشوفان راح نضيفوا لها مباشره ملعقه من حليب الباودر، ملعقه من حليب الباودر. اذا ملعقتين متوازيتين من دقيق الشوفان وكذلك من حليب البودر. راح نجمع هذا المكون فقط بالماء، ماء معدني ان امكن، ان لم يمكن يعني ماء عادي دافئ. علاه؟ لانه هنا استعملت حليب البودر، اذا تقدروا تستعملوا حليب السائل كامل الدسم راح يعطيكم فايده رائعه جدا. هذا الماسك كيفاش نستعملوه؟ ما نطولش عليكم، نستعمله سهل جدا، تحطوه على البشره كي ينشف. اذا نستعملوه على البشره كي ينشف، ما تحكوش لانه البشره الحساسه راهي تلتهب بسرعه. تبلوه بالماء الدافئ اللي تحملوا الوجه هذاك دافئ شوي فقط، وتحكموه بحركات دائريه هكا تبقوا تحركوا فيه حتى 10 دقائق. واش راح تعمل هذيك الحركات الدائريه؟ هذا الماسك يعني مختلف عن الماسكات اللي تتغسل فقط. الحركات الدائريه هذيك راح تنحي لي بوانوار، راح تنحي اثار الحب، راح تنحي لي سيكاتريس، راح تنحي مشاكل البشره. واذا قدرتوا تعملوا كل ليله هذا الماسك صدقوني راح تشوفوا نتائج رائعه جدا في تفتيح اللون وكذلك في القضاء على مشاكل البشره الحساسه. ما تنسوش البنات نقصوا شويه من الفوندوتان، حاولوا تعملوا على الاقل يوم اوف، ما يكونش داي اوف، يكون يعني خالي من الفونديشن فقط، يعني تعملوا ريسيل وكذا وتخلوا الفوندتا تعملوا واقي شمس يكون تنتي مثلا. كاين بزاف درك نحط ليكم. وكان هذا هو فيديو اليوم، ماسك الشوفان هذا معروف جدا عند الاجانب يستعملوه بكثره لتبييض توحيد لون البشره قضاء على اثار الحبوب، وان شاء الله يعني يفيدكم. اي استفسار خلوه لي في الكومنت. ما تنسوش الماسك ما يتحكش، يعني تبلي الوجه وتبقي تدعكي فيه بالعقل وهو مبلول، هذاك الدعك راح يقشر البشره حتى هو ويعالجها لك. اذا هذه هي، ان شاء الله يكون الفيديو مفيد لكم وفهمتوه. تهلاو في رواحكم، نحبكم بزاف، حطوا لايك ليصل الفيديو للجميع، والسلام عليكم. يهب اللون تاع الورد.